خلينا نستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا معاكم جولتنا المروريه بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه في الوقت الحالي مكمله لحد ميدان العباسيه، ولو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هلاقي هناك برضو في كثافات نسبيه، لكن لو رحنا عند كوبري الجلاء هناك سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار وفي كثافات نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري نفس الامر، كمان اعلى كوبري المطريه القادم من الكابلات بيشهد نفق الازهر انتظام في حركه المرور القادم من صلاح سالم الى ميدان الاوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام لحركه المرور بشارع رمسيس وصولا الى غمره والعباسيه وبمطالع ومنازل كوبري اكتوبر. لكن بالنسبه لطريق الاوتوستراد القادم من مناطق حلوان الى المعادي ومقطم هيكون في سيوله مروريه كبيره، بتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا الى مناطق وسط البلد ومن اثر النبي حتى القصر العيني، وبعض الكثافات بمحور النصر حتى المنصه وبشارع عباس العقاد والطيران واماكن غلق الاشارات بالميادين ومنها ميدان التحرير وركسي. ناخد بالنا ان في غلق كلي لطريق المحاجر في المسافه من طريق السخنه طريق القطاميه القديم حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب، ده مع تحويل حركه المرور بطريق القطاميه القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، وده علشان استكمال انشاء محور طلعت حرب بمدينه القاهره الجديده حتى الطريق الاوسطي خلال محميه وادي دجله مع تطوير المنطقه المحيطه. نروح معاكم لمحافظة الجيزة وهنلاقي ان شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد ايضا تباطؤ كبير في حركة السيارات وبدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين ولحد الطلبية وكمان الى المتجه الى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. لكن بالنسبة لطريق المحور بيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان اللي متجه كمان لأكتوبر هيكون فيه سيولة مرورية. لو رحنا لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة إلى اللي جاي من أكتوبر وفيصل أو من كوبري فيصل لمناطق الدقي، بتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لمحور عرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع نيل السياحي، وكمان شهد شارع محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي ده بسبب الإصلاحات. خلينا نروح لمحافظة أسيوط وقدام مستشفى الجامعة اللي بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي في كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على طريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. ونكمل جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا طريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 9، وشارع 6 طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة والطقس هيكون شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، في كمان توقعات بسقوط أمطار خفيفة بتكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، أعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 45، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 32 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.